شفت المكان ده قبل كده وانت بتتمشى في شارع فؤاد؟ تعرف ان المكان ده هو اقدم مكان في شارع فؤاد اللي كان اسمه باب رشيد زمان؟ تعال اقول لك الحكايه كانت ايه. زمان سنه 1849 اتولد طفل اسمه فلوبيني من اصل ايطالي، وكان والده فرانشيسكو المستشار الخاص للخديوي اسماعيل، واللي ورث عن والده 100 مليون فرنك. طب عمل ايه فلوبيني بال 100 مليون؟ راح اسكندريه وفي شارع اسمه باب رشيد، كانت حته مهجوره اللي اسمها دلوقتي شارع فؤاد، واشترى بال 100 مليون اراضي واللي الناس ادعت عليه وسمته بالغبي الفقير عشان اشترى في منطقه مهجوره، وعمل القصر الخاص بيه سنه 1880 واللي استدعى فيه المصمم الايطالي الشهير في وقته بوناني، واللي تدور الايام وبعد سنتين بالظبط سنه 1882 ضرب الاسطول الانجليزي لقلب اسكندريه اللي هي المنشيه، واللي بسببها تهدد بيوت ومنازل كتيره للاغنياء، وساعتها ما كانش قدامهم غير حل واحد، يروحوا باب الرشيد. وطبعا الكل اشترى من فليب وبقى اغنى رجل اعمال بعد ما كان مفلس. وتوفى فليب سنه 1910، وسنه 1959 تجرت الحكومه الاسبانيه القصر بتاعه من بنته، واللي بقت القنصليه الاسبانيه، وكمان بقى المركز الثقافي الاسباني عشان يعلموا فيه اللغه الاسبانيه وينشروا كمان ثقافته. وفي سنه 1993 اتقفلت القنصليه وتحول الى معهد سيرفانتس اللي لحد وقتنا هذا، واللي كمان تم ترميمه سنه 2017.